لو الحكاية فيها إن فيتو حسبت محمد. إصابتك إيه يا عم أحمد؟ يا فندم أنا دراعي مكسور والتراب موتني خالص. طيب كلمنا وقت ما الحادثة حصلت. الحادثة حصلت بعد الجيزة عند البدرشين كده بالظبط. طب وقت ما حصلت بالظبط أنت حاولت تخرج ولا حد جه أنقذك ولا إيه؟ لما العربية وقفت. حاولنا نخرج من التراب والطين. أنا كنت خايف على مراتي ومراته هنا في الجيزة. حصل لها إيه مراتي؟ مراتي رجليها مكسورة. أنت كنت جاي القاهرة ليه أصلا؟ كنت جاي زيارة هنا.